الجزيرة نقطة سوداء تدنس ثوب الإعلام العربي. استضافت إرهابيا يمنيا ادعت أنه من المقاومة الجنوبية، والهدف تشويه دور الإمارات في اليمن المكلوم لتكتب قطر سطرا جديدا يضاف لمجلداتها بخيانة العرب. فسبق وأن وجهت قطر دعوة لمدعيين اثنين زعمت أنهما يمنيان استخدمتهما لإلصاق تهمة زائفة ضد السعودية والإمارات. أظهر فيديو مسربا لأحد ضيوف إمارة الإرهاب خطة الخيانة، وظهر متباهيا بالثروة التي حصل عليها لشراء ذمته. أسعد الشرعي يعترف بحصوله على رشوة قطرية، لكن السحر الحقيقي هو في هذول ريالات قطرية. ريالات قطرية تنهمر علي من كل مكان على صلعتي بهذه الطريقة، لتنكشف مكائد قطر وبوقها الإعلامي وكيف تقنع العملاء بالظهور على شاشاتها.